بمناسبة فاتح ماي اللي هو أصلا ما احتفلناش به وهذا شيء يؤسف. كنوجه رسالة لرئاسة الحكومة وكذلك كنوجه رسالة للوزارة الوصية للقطاع بخصوص تموين وتجهيز الحفلات. هذا القطاع اللي ما اشتغلش قرابة سنة ونصف، هاد الناس ديال القطاع كيطالبوا رئاسة الحكومة باش تشوف فيهم بعين الرحمة، لأن ما يمكنش أن مجموعة ديال الأسر اللي هي نقافات، سربايا، دقيقية، مصورين، مجموعة ديال المهن المرتبطة بقطاع تنظيم وتجهيز الحفلات تبقى لمدة سنة ونصف بدون شغل، بدون مورد رزق. واللي كنكتشفوا أن مثلا كيقولوا راه الدعم دار للمموين، الدعم راه ما داش للمموين، الدعم راه دار للشغيله ديال المموين اللي هي مديكلاريه في لا سي ان اس اس، اللي الاحصائيات اللي تعطى ديال 5500 شخص على صعيد ربوع المملكه. دونك المموين راه ما استفادش نهائيا، المقاولات راه ما استفادوش نهائيا. ربما كان الدعم ديال اولا كريدي ديال ضمان اوكسجين، اولا كان كريدي اخر اللي هو كريدي رولونس. هاد الكريديات اللي غتعطيهم القروض، غتعطيهم القروض اللي غتعطيهم البنكه، وما كاينش يعني منين غادي تخلصوا، منين غتخلصوا من هذه المقاوله، لان ساد عليها عام ونص كنقول لها ما تشتغلش وانا عاطيها قرض. وميم طون كنتفاجئوا ان بعض الاخوه جاهم الرسم الضريبي السنوي. كيفاش لا يعقل ان هذا السيد هذا ما مشتغل سنه ونصف ويجيه الرسم الضريبي؟ شيء مؤسف وشيء محزن، انه خصهم هاد الناس يشوفوا في التريتور بعين الرحمه ويحاولوا ايجاد الحل في اقرب وقت. والناس كلها راه كتسنى رمضان ان شاء الله يكون يعني تكون انطلاقه الحقيقيه لهذا القطاع، لانه القطاع الوحيد اللي بقى متضرر لمده سنه ونصف ما خدمش. القطاعات الاخرى خدمات، الله يسهل على الجميع، ولكن كنتمناو ان قطاع التموين وتجهيز الحفلات وكذلك ارباب القاعات يستانفوا العمل ديالهم ان شاء الله ما بعد رمضان. بالنسبه للاحصائيات ديال الممولين ولا ديال النقافات ولا السربايه ولا الدقيقيه ولا هذه، راه ما كاينش حد اللي عنده رقم حقيقي. مي هو شريحه كبيره داخل المجتمع المغربي اللي هي مسكينه كتأزم وتأزمات لدرجه ما كتصورش على الباب على البال. هاد الناس، هاد الشريحه الكبيره، راه كاين اللي غير المهنه ديالو مشى كيدير الديسير والخضره، كاين اللي دار تاكزارت، كاين اللي دار الحوت، كاين اللي دار فراشه. الا مشيتي للجوطي غتلقى النص، اولا يعني بعض الاشخاص اللي مساكن ما لقاوش مورد الرزق ديالهم التجاوا انه يبيعوا الحوايج ديالهم، يبيعوا الالات الموسيقيه ديالهم، يبيعوا الات التصوير ديالهم باش يعني يضمنوا القوت اليومي للابناء ديالهم. وهذا شيء محزن. كنتمنوا من لجنه اليقظه وكذلك من الوزاره الوصيه للقطاع وكذلك من اللجنه العلميه انها كما كدير احصائيات ديال الحالات اليوميه لوباء كورونا، دير احصائيات اقتصاديه وتعطينا ان شاء الله حل لهذه الازمه الاقتصاديه اللي كيعيشها الممول داخل المغرب. بالنسبه لهذوك 5000 اللي العدد 5000 اللي 5500 هضرنا على كنعاود ناكد ان 5500 شخص، هذه ماشي الاحصائيات ديالي، الاحصائيات اللي قرينا في وسائل الاعلام. 5575 شخص اللي استافدوا من صندوق ديال الضمان الاجتماعي يعني اللي كانوا متوقفين على العمل. هذا رقم ما كيمثلش حتى 1% ولا 2% من العدد الكبير اللي كيشغل هذا القطاع. الا جينا نحسبوا غير السربايه على مدينه فاس وقيل كيتعداو العشرات الالاف. الا جينا نحسبوا السربايه على مدينه مراكش، كذلك السربايه على مدينه اكادير، مدينه الدار البيضاء، مدينه الرباط، غير العدد ديال النوادي او الندل اللي خدامين في هذا القطاع راه فوق الملايين. عدد ديال لي فوند ميناج، عدد ديال الرفاعه، عدد ديال الموسيقيين، المصورين، راه هذا القطاع راه كيكون واحد القاطره كبيره، قاطره اقتصاديه ما خصناش نضيعوها وما خصناش نفرطوا فيها، وخصنا نشوفوا فيها انها تستأنف العمل ديالها ولو بنسبه 50%. وراه جميع الممولين كينتظروا ان ان شاء الله من بعد رمضان يكون الفراج لهذا القطاع الوحيد اللي باقي ما استأنفش العمل ديالو.